السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت بغيت نغلف الكيك الديزاين ديالي، وبغيت نشارك معكم الخطوات اللي غادي ندير والماتيريال، اي حاجه غادي نحتاجها غادي نشاركها مع خوتي ويلاه معايا. خليكم على الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش ليا بلايك بارطاج وانتم معايا. اول حاجه البنات غنحتاج الكيكه ديالي، كنكون ديجا موطيه ناضيه. غنحتاج غناش كوفرتيغ او غناش تغليف، غنحتاج هاد الكياس كادو البنات. ديجا درت ليهم بابي سلوفان باش ما تلصقش ليا الشكلاط فيها. وغادي نحتاج هاد الملاسه سباتيل، هاد سباتيل صغيره. حاجه البنات كندير هاد الحركه، كنهز الحلوه ديالي هكا كنقلبها. انا البنات ما بغيتش نختصر لكم، بغيت باش كلكم تستافدوا من هذا الفيديو. كنحس بالبلايص لي خاوين كنعمر. انا كندير وكنقعد حاولت ما نقطعش الفيديو نخدم معاكم باش اللي ما كتعرفش تبع الخطوات اللي درت. الشوكولاته بدا كيجمد ليا. Thank you.
الشكلاط اللي طاح اترجعو لهذا. بعد نرجع شويه الحمام مريم ونرجع لها هاد البلاد. دابا كيما اللي كيبان لكم انا الميل كاين هنا اعلى من هنايا، انا غنبقى هذا دابا بكراش كيما سيحصل دابا تملطات. كما قلت لكم كاين هنايا هانتوما البنات كديرو لنا طايب هنا حوايج كيوليو مديش عليهم. هانتوما البنات كتشدو الما طايب في طاسة وكتبقاو تليسيو بحال هكا، ولا كان عندكم شي ميلان كتعمرو غير من الفوق هكا تليسيو بحال هكا. كتبقاو بحال هكا حتى تليسيوها كاملة. ضروري تحافظو على الحواف. سخنو اليسر
انا كيعجبني البيسي بهذا، هذا كيبلف. صافي كتبقاو بحال هكا سهله. صافي كنخليها شويه، كندخلها الثلاجه غير الثلاجه البنات اللي تبغيوها، نجبدوها تغشيوها بعجين السكر. المهم هادي الطريقه ديال التغليف، كاطلاش التغليف ديال طورطات او لاير كيك او كيك ديزاين. ديما المطايب نتوما كتليسيو. البنات نخليكم، الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك بارطاج وشي تعليق زوين. البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.